ناس كتيرة سألوني احنا هنذاكر ازاي الميكروبيولوجي دي معقدة جدا وملخبطة والإيمونولوجي صعب. مفيش حاجة صعبة عشان تذاكروا. انا اقول لكم الطريقة اللي انا كنت بذاكر فيها وانا طالب زيكم، واقول لكم دلوقتي ايه المستجدات عشان تبقى كويس قوي في الإيمونولوجي او في الميكروبيولوجي كبكتيريا كفيروس كفنجس. كل واحد لازم يبقى ليه صاحب، وصاحب كويس يعني او مزة كويسة، ويقعد يتفقوا على معاد هيمتحنوا بعض في الكوكاي مثلا او في الاميون سيلز والاميون ريسبونس مثلا، وبعدين يجوا يتقابلوا مع بعض وكل واحد يسأل التاني يسأل التاني زي ما كنا بنعمل. هتبص لها المعلومة مسكت في دماغه. اللي مش هيعرف يجاوب زميله هيتغاظ، هيضطر يروح يقراها تاني، عمرها ما تخرج من دماغه بقى لأنه ما يعرفهاش وهو بيجاوب على زميله وزميله عمال يجاوب كل حاجة. دي أول نصيحة. تاني نصيحة، المحاضرة تتاخد تتذاكر في يوميها. وتتذكر منين؟ قدامكم تشويسز كتيرة قوي. ايه هي؟ يتذكروا من المحاضرات اللي في اليوتيوب الفيديوهات بتاعتي، يا تذكروا من الكتاب اللي الاساتذة الافاضل بيدرسوا لكم فيها في كليتكم. انا بقول لكم الاساس بحيث ان ما واحد يعرف هذا الاساس يقدر يخش رزع في اي مذكرة واي كتاب. وبعدين انا بعمل لكم كتاب كمان، بس لا غنى عن الكتاب بتاع الكلية اللي انت فيها. مش لا غنى يعني لازم تحفظ، لا، تشوف المواضيع اللي مش موجودة، تشوف المواضيع الغلسة مثلا او مكتوبة بطريقة صعبة وتبص عليها في الكتاب بتاعي او تسمع الفيديوهات. على فكرة الكلية اللي انا بدرس فيها الاولاد ما بيقروش كتب تقريبا، بيقروا بيسمعوا الفيديوهات كلها وبيخشوا وبيجيبوا تقدير كويس، انما لو قريت في الكتاب هتبقى احسن واحسن واحسن، واي كتاب. تمام، ربنا يوفقكم جميعا. خليكم تملي تتابعوا الفيديوهات بتاعتي في اليوتيوب، يعني تتابعوها بصفه مستمره. وبعدين انا كل شويه بجدد في الفيديو واقول حاجات اكتر، والحاجات اللي موجوده في بعض الكتب الاخرى اللي انا بطلع عليها لما بروح امتحن الطلبة في هذه الكلية. تمام؟ تابعوني باستمرار.